تيجي البنت تقوله واحفظوا الجملة دي، تقول لك ماشي هو كويس وطيب وابن حلال وخلوق لكن مش حنين. ونقطة الحنية دي انا هشرحها، يعني انا هشرح البنات لان هي مركبة، كلمة مركبة. ما عندوش عاطفة تشبعني، ما هوش رومانسي. طب ايه لازمتها ان انا اكمل في جواز زي ده؟ وكتير جدا جدا، والبنات الفترة دي ما بيبقوش حابين يكملوا لا في جوازة ولا في خطوبة ولا ان شاء الله حتى بتقولك لو فيها تقولك اسيب كل حاجة. ده مش حنين، ده واحد قاسي. انا ايه اللي يخليني اعيش مع واحد قاسي؟ خلوا بالكم النقطة دي يا شباب، لان النقطة دي مهمة جدا. تيجي مثلا من المفاهيم، مثلا الام تيجي تقول لك إيه؟ يا بنتي غلطت كتير من البنات. او تيجي مثلا حد بيشرح، حد مثلا بيتكلم في العلاقات او بيتكلم في الاسره والبتاع، ويقول زي ما بقولت لكم هو عاوز يصلح مفهوم فيقوم جاي مخرب مفهوم تاني. يقول لك البنات غلطانه جدا جدا لان هي فاهمه الجواز حب وهيام وعواطف وكلمات رقيقه تسمعها ليل ونهار. والجواز يا جماعه مش كده، الجواز مسؤوليه. خافت البنت وخاف الشاب. انت عايز تقول خليكوا وسطيين، اه تمام. والامر الشغف احنا شرحنا قبل كده، اللي قبل العلاقه انا هي بعيد عني لسه مش عارف اخدها، وهي وهو نفس الكلام هو مش في تناولها، فبيبقى فيه شغف وشوق وحب وكلام بال24 ساعه في ال24 ساعه. ده خلاص لما يتم الزواج حصل نوع من انواع السكينه ونوع من انواع، لان الزواج سكن لتسكنوا اليها. ده هدف الزواج على فكره، السكينه راحت بال، انا مطمئن نفسيا معاها. فلما يحصل دوت تيجي تقول لك لا مش مين اللي قال؟ طب ما ايه المانع ان يبقى الزواج حب ورومانسيه وكلمات؟ لان ده زاد المراه، احفظوا يا شباب وانا بديكم مفاتيح، زاد المراه وزاد الست والسقيه بتاعه حبها وقلبها وانها تبقى فرفوشه وانها تبقى عايشه الحب الحنان. الحنان ده بيجي مره في مره من معاملاتك، مش كلمه بتقول لك ما انا قلت لها. طب ما عارفه ان انا بحب ده، انا صرف دم قلبي. لا 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 سيبكم الكلام ده، سيبكم، انا صرف دم قلبي وسيبكم من الحاجات دي. هي عايزه فعل مستمر ومتكرر، وهقول ليه دلوقتي. فايه المانع؟ ليه نخض البنات ونخض الشباب المقبلين ونقول لهم لا ده الجواز مسؤوليه؟ اه هو في جزء من المسؤوليه المشتركه، لما احنا نوزع المهام ما يبقاش واحد شايل شيله وقاعد ميت شايل شيلته وشيلت غيره وعليه ضغوطات، ونقول ده ايه ده، دي بتزعق، دي صوتها، دي بتعمل، دي مش انثى، دي لا لا لا. طب ما كله نقسم في مسؤوليه، صح، نعرف اللي لينا واللي علينا ونقسم المهام ونعيش بحب ورومانسيه. لا تجيب لي، اسمعوا، لا تجيب لي مراتك ولا تجيب لي ولا تجيب لي شريكه حياتك، ما تجيب لهاش لا ذهب ولا الماس ولا اديها امان وسند وحب وحنان. الطبطبه تقول لك حنين بس خلاص، تشل لك الدنيا كلها فوق راسها. طيب يبقى دي اول حاجه غلطه من الغلطات اللي احنا بنحاول نصلح بيها مفهوم من مفاهيم الزواج، فنيجي نكحلها نعميها ونخوف الناس من الزواج. تقول لك لا مش متجوزه، طب اجازه مش هخلف، طب نعمل خايفه ما عندهاش احساس الامان. ليه ما يكونش في وسطيه؟ المراه زي ما قلت لكم زادها الوقود بتاع حياتها القلب الحنون بس خلاص، واحد معاها حنون. واقول لكم هوصف لكم الحنيه دي عامله ازاي، يبقى احفظوا معايا بقى. كونك طيب واخلاق ومحترم، طيب واخلاق ومحترم بس مش حنون، معادله ناقصه، معادله ناقصه، ما تكفيش قلب شريكك ابدا، ما تكفيش قلب شريكه حياتك. طيب وانت كمان كونك شاطره وفاهمه وعارفه وبطبخ وبعمل ومحترمه وطيبه، ها، بس مش فاهمه طبيعه تفكير الراجل ازاي، الراجل بيفكر ازاي، مفهوم المسؤوليه والحنان عنده ازاي، ما انتش فاهمه الكلام، معادله ناقصه، ما انتش كفايه لشريك حياتك. ويصعب عليا والله يصعب عليا انه يبقوا بيحبوا بعض وما شاء الله مع بعض وفي المحاكم مقطعين هدوم بعض ومبهدلين الدنيا ومفرجين عليهم الناس.